السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ شان جيم النهارده معاكم حلقه جديده مع اليكس هانتر. النهارده الحلقه الرابعه، هنكمل الكارير بتاعنا، لسه ما دخلناش في السيزون، بنلعب كل ده منتوش تحضيريه. عندنا الحلقه دي ماتش مع زي ما شايفين ام ال اس، او هم نجوم الدوري الامريكي تقريبا. عندنا حاجه جديده بتالي في اللبس، في حاجه جديده، خلينا نشوف ايه الجديد. تيشيرتات، حاجات جديده. عندنا بالتالي حاجات كلها هنعملها انلوك او هنبتدي نشتريها حسب الفولورز اللي عندنا. في ناس كتير قالت نغير الشعر علشان الشعر مش عاجبهم. زي ما انتم شايفين الحاجات اللي موجوده ممكن نختار منها، هي دي الحاجات قليله قوي يعني. هما الاثنين دول بس، مفيش بعد كده غير ان احنا نشيل شعره خالص، فاحنا هنفضل زي ما احنا كده لحد ما نشوف ايه الجديد. تمام، دي كانت كل حاجه بتهيألي موجوده في الزي او الكاستمايزيشن بتاعته، هي دي كل حاجه كانت موجوده. الاهداف بتاعتنا زي ما انتم شايفين، احنا كان مطلوب مننا احصل على تقييم بلس 8 وفي 11 ضد 11، ودي ما قدرناش نوصل لها. سدد على الاقل 10 تسديدات في المرمى في الجوله التحضيريه، احنا لسه شغالين، وصلنا 7. فوز بدوره تحضيريه، احنا لسه ما فيش، بالتالي احنا خلاص يعني احنا اتغلبنا من ريال مدريد في الماتش اللي لعبناه الاول. قبل ما اخش بس على حلقتنا، في كام حاجه بس عايز اتكلم فيها بخصوص الناس. انا بعتذر الاول عن الكواليتي بتاعه الفيديو اللي فات، اللي قبل اللي فات، علشان انا كنت الفيديو اللي فات عطوكم سجلته خلاص، فكان في تاني فيديو في الكارير بتاع هانتر كانت الصوره فيها يعني زي بتباكسل كده، او الريزولوشن بتاعها بيقل. انا زي ما قلت لكم، انا دلوقتي بغير الحاجه اللي انا بلعب عليها من اللابتوب للاكس بوكس، فعلشان كده الدنيا لسه مش مظبطه. انا عندي كابتشر كارد بيسجل كويس جدا، بس لما بيتعمل اديت للفيديو بيحصل مشكله فيه. بس خلاص يعني انا جبت واحد تاني، منتظر بس ان هو يوصل لي علشان خاطر الصوره تبقى زي ما انا بلعب بالظبط يعني. فانا بعتذر لكم عن الصوره، يمكن سيئه، بس دي مرحله انتقاليه عشان بغير المكان اللي بلعب فيه. بحاول شويه ان احنا نطور شويه الكواليتي بتاع الشانل. انا عارف الفيديوهات الكواليتي لسه، بس ان شاء الله اول ما الكارت الجديد يجي اللي بياخد الصوره من الاكس بوكس، هقدر تبقى الصوره زي على الاقل زي ما انا بتفرج عليها بالظبط، ويمكن احسن. فدي كانت حاجه كنت عايز اقول لكم عليها. بخصوص الحلقات وقتها، لا انا شايف ان يعني انا بحاول على قد ما اقدر انزل فيديوهات. طبعا انا يعني في البلان بتاعتي للشانل الحكايه مش تبقى فيفا بس، يعني انا هيبقى في العاب تانية. انا بجهز سكادول للقناه بالنسبه للعب اللي هنبتدي نلعبها الفتره اللي جايه، وقريب قوي هينزل علشان تبقى الناس عارفه احنا هنمشي ازاي. دي كانت كل حاجه قبل ما نبتدي حلقتنا. هنخش على حلقتنا النهارده، واتمنى الحلقه تعجبكم. الماتش اللي جاي عندنا هيبقى ماتش ام ال اس ستورز، هنلعب مع نجوم الدوري الامريكي. فخلينا نشوف الماتش ده، هنلعب هنلعب كفريق علشان نتحكم في الفريق شويه، لان احنا لما بنستخدم هانتر لوحده الحكايه بتبقى صعبه قوي، الكره بتجينا بصعوبه. التشكيله بتاعتنا زي ما انتم شايفين، صلاح مش موجود برده، ماني هو اللي موجود، وكوتينيو لالانا هندرسون وكان امريكان. بقى التشكيله زي ما هي، هنبدا الماتش بتاعنا، وده اخر ماتش تحضيري لينا قبل السيزون ما يبدا. هندخل على الماتش الودي، اخر ماتش في الجوله التحضيريه. هنبدا الماتش بتاعنا. عايزين بقى المره دي نكمل كره على نص ملعب. هندرسون يلعب عند، يا راجل هانتر بتلعب على علي ليه؟ تاني كورة فيليبي كوتينيو، حاول يلم كوتينيو، يلعب الكورة على جو، حلوة الكورة ديت، يلعب بالعرض الناحية التانية والجون الأولاني. أيوة كده، لما بنتحكم في الفريق كله بنلعب كورة أحسن. الجون الأولاني
شوف الإعادة، شوف المسافة القريبة اللي كانت، حارس المرمى ما كان عنده فرصة، ما كان عنده خيار. بينية ممتازة راحت له، يعني هو جول لوحده. 1-0 وأول جول لهانتر. كرة ناحية اليمين عند ماني. هانتر يلعب الكرة، هندرسون يلعبها لميلنر، جيمس ميلنر لكوتينيو، داخل كوتينيو، انتصر على كوتينيو، هيلعب العرضية الناحية التانية، انتصر على هانتر، تقطع الكرة. تاني على نص الملعب الكرة عند هانتر، يلعب البينية هناك ممتازة لساديو ماني، شوطة من هنا، اوه الجون طلعها بالعافية. تاني العرضية هانتر بدماغه، نرجع على منطقة الجزاء، هنشوط من هنا، هنجرب نشوط من هنا على منطقة الجزاء. اركن كان بدماغه تاني، ترجع للجون. هجم علينا المرة دي، طلعها الدفاع، تخلص الكورة في نص الملعب. سريع للانا، يلعب البينية، انت والجون بقى يا ماني، انت والجون ده، انت يا راجل برضه ده رجله وحشة قوي. تصليح للانا، وللانا شايط المرة دي من هنا. فرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. اوه هانتر يقطع الكورة كويس، العرضية هناك وحشة قوي الكورة. كوتينيو ياخد الكورة على نص الملعب للانا، البينية هناك، كرة بينية فيها خطورة، البينية هناك، العرضية تاني وهانتر لوحده. يا راجل دي كرة تضيع. يخلص الشوط الاولاني، الشوط الاول ينتهي 1-0. 1-0 جول لهانتر. التقييم بتاعنا 8.3، جبنا جون. ده احنا كويسين، ماشيين كويس. اجي نزود التسديدات بتاعتنا على المرمى، هنحاول الشوط الثاني نزود التسديدات ديت كلها. هنبدا الشوط الثاني ضد نجوم الدوري الامريكي. ندخل الى الشوط الثاني من هذا اللقاء. قطعت الكره عند هانتر، يلعبها حلوه عن ساديو ماني. يلا يا عم هانتر، يلا يا عم هانتر، العرضيه هناك ليك، شوطه يا راجل في السماء. في رغبه واضحه لانهاء المباراه وتسجيل هدف في الامان، الحصول على ضربه ركنيه. العرضيه ممتازه، لكن هانتر فين في السماء؟ على القريبه بدماغه، حد يحط رجله. حلوه الكره، اتقطعت كويس من هنا. هانتر يحاول يلم الكره، حلوه الكره، استلامه ساديو، شوطه من ساديو من هنا، الجون طلع بالعافيه. كره عن فيندلم، كره تاني على منطقه الجزاء خطيره، وشوطه المره دي فين؟ فيا هيطلع، انزل جوفاني، هجم علينا، كره هو منطقه الجزاء، الراجل بيلف الكره يمين وشمال، اخيرا اتقطعت. هنعمل هجمه مرتده بقى، اوه حلوه من هانتر اللمه دي واللعبه. يا سلام عليك صلاح، يلا يا صلاح، يلا يا صلاح، شوطه صلاح وجون، ايوه كده، اوه على الجون دوت. يا ممتع الله على هذا الهدف، هدف صلاح وهانتر مع بعض. التغيير يغير من النتيجه، المدرب يكسب الرهان. حلوه الهجمه، هانتر استلم الكره، كان نفسي يبقى عدى ابعد من دي شويه. صلاح بيمينه، هدف اخر في الوقت بدل الضايع، ويوسعون الفارق ويؤمنون الانتصار. 2-0 والماتش خلص كده، هدفين مقابل لا شيء، جول واسيست لهانتر، وصلاح جاب الجول. بالنسبه لنا كانه هانتر اللي جابه بالظبط. باستيان شفانشتايجر، حلوه تاني الكره على نص الملعب، ويصفر الحكم، خلص ويخلص الماتش. معا الى نهايه الشوط الثاني والمباراه، فوز بكره هجوميه جميله، استمتعنا كثيرا بالاداء. لاعبو الخط الامامي في مباراه اليوم لديهم قدره هائله على تبادل الكرات. خلصت المنتشه التحضيريه كده، صلاح موجود، لعب مباراه بشكل جيد بصراحه، وظهر فيها بشكل لافت، وقدر يساعد فريقه على تحقيق الفوز، ساهم في فوز. خلصت المباراة التحضيرية كده، خلصنا آخر ماتش، بتالي عندنا الماتش اللي جاي بقى هنلعب في الدوري. قبل ما نخش على اللي بعد كده، عندنا إيه؟ عندنا الخصائص، في نقطة جديدة جات لنا ممكن نستخدمها، أكيد هنخلص القدم الضعيف، عشان لو في أي حاجة تانية ممكن نفتحها. إحنا محتاجين 3 نقط علشان التسديدات الهوائية. طيب كويس، إحنا خلصنا الحاجات اللي كانت متاحة لينا، هنكمل نشوف الماتش اللي جاي عندنا ايه. عندنا الدوري خلاص، احنا زي ما شايفين البار بتاع يورجن كلوب، احنا موجودين في التشكيلة الاساسية، وعندنا اول ماتش مع تشيلسي في الدوري. ده الماتش اللي جاي عندنا، احنا خلصنا البطولة التحضيرية او الفصل الاول اللي هو الحياة
ف ذا جيرني وللاسف ما حققناش اللي كان مطلوب مننا مطلوب مننا في الفصل الاولاني. الفصل الثاني عايزين نشوف ايه المطلوب مننا عشان نحققه. محتاجين نجيب جون في اول ماتش لينا وست نقط من اول اكيد اكيد ست نقط من اول ثلاث مباريات اكيد احنا هنقدر نحقق الحاجات ديت. في حاجات في الهدوم جديده جت وعندنا في الاحذيه في حاجه جديده موجوده معانا. عندنا اديداس كوبا اوكي لا بتهيألي احنا اللي كنا فيه احسن. خلينا نشوف هو لسه ما وريناش الجديد ايه اللي موجود. جزمه سودا برضو شكلها مش حلو قوي. دي شكلها ايه برضو مش قوي. انا لسه ما زلت شايف ان الذهبي احسنهم. يمكن لو ليك راي في موضوع الجزم واللبس ده بقولوا لي. المفروض الماتش اللي جاي عندنا تشيلسي زي ما قلنا مع بدايه الدوري وده اول ماتش لينا في الدوري. خلاص خلصت حلقتنا النهارده. انا عارف ان الحلقات قصيره بس انا بحاول زي ما قلت لكم اخليها قصيره علشان الكارت اللي بسجل بيه دلوقتي كارت مش كويس بيسخن بسرعه وبيعمل مش بيبكسل الصوره كتير. فانا بحاول اخلي الحلقات قصيره بس احاول انزل حلقتين ورا بعض علشان ما يبقاش في فرق كبير منهم. اتمنى ان انتوا تفضلوا مدعميني كده لحد ما نظبط الدنيا. انا بشكر الناس اللي لسه متابعاني برضو والناس اللي لسه بتسال ولسه بتكتب كومنتات ايجابيه واقفه مع الشانل لحد ما تكبر. انا بشكركم وان شاء الله كلها ايام والدنيا هتتظبط وصدقوني هتبقى الامور احسن من كده بكتير. بشكركم تاني واشوفكم في الحلقه الجايه. شكرا. سلام عليكم.